مقيم هنا في المغرب من 2011. احنا النهارده جايين نشجع ان شاء الله جمهور الاهلي، جاي يشجع الاهلي ان شاء الله، ونديله الروح ويكون ماتش كويس ان شاء الله بين الاهلي والوداد، ويكون في كوره كويسه، واللي يكسب نقول له الف مبروك الاهلي كسب، الف مبروك للاهلي، لو الوداد كسب الف مبروك للاهلي للوداد. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نتكلم على الاستقبال والحاجات دي، حاجات موجوده في المغرب اللي هنقعد نتكلم ونزايد عليها هنبقى في مزايده. احنا بس بنتمنى الوداديين يعني يعرفوا قيمة حب الأهلي، جمهور الأهلي لجمهور الوداد، مش عايزين أكتر من كده. احنا يعني مش هنقول احنا بننافع والكلام ده، احنا بنقول حاجة موجودة على الطبيعة. واتمنى ان شاء الله يكون ماتش يخرج كويس، وان شاء الله وانا كأهلاوي ومصر عايش في المغرب هنا اتمنى فوز الأهلي ان شاء الله. Thank you.